اليوم عن موضوع الحجامة والطب النبوي، وهو يعتبر طبعا طب شعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. الحجامة كما تعرف في الماضي عند الأفارقة وعند الإغريق وفي ليلة السراء والمعراج لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا وقالوا لي مر أمتك بالحجامة يا محمد، كما ورد في الأحاديث الصحيحة. الحجامة سبحان الله هي استخراج أخلاط دموية أو كريات دم حمراء هرمة من مواضع مختلفة من الجسم، وأهمها منطقة الكاهل، وهي بعد الفقرة السابعة من الفقرات العنقية التي الرسول أوصى بهذه المنطقة لفوائد هذه المنطقة بالحجامة، بحكم سبحان الله هذه المنطقة هي نسبة أقل نسبة أكسجين وأقل حركة، فتصير مصب للأخلاط الدموية. فالحجامة يعني تلعب على أو تقوم بعدة أدوار، منها واحد استخراج الأخلاط الدموية، تسليك مسارات الطاقة في الجسم، تقوية جهاز المناعة، واستخراج الشحنات السالبة من الجسم، وهي الأهم طبعا أنك أنت تطبق سنة نبوية أوصى الملائكة بها الرسول صلى الله عليه وسلم. في أيام سبحان الله يعني للحجامة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير يوم تحتجمون به 17 و19 و21 من كل شهر هجري أو عربي. فأطباء مسلمين قاموا بعملية بحث لماذا الرسول أوصى تحديدا بهذه الأيام. تبين سبحان الله في الأيام البيض وهي 13 14 15 تتأثر الكرة الأرضية بجاذبية القمر مثلما يتأثر البحر بالمد والجزر، فتهيج الأخلاط في هذه الأيام 13 14 15 وتسكن في منطقة الكاهل، بحكم أن هذه منطقة الكاهل أقل نسبة أكسجين وأقل حركة، فتستخرج في هذه الأيام، ولها سبحان الله فائدة عظيمة بإذن الله على جسم الإنسان. هذه من أهم الفوائد التي تلعب فيها وتقوم فيها عملية الحجامة. في أحاديث عديدة عن الحجامة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: لحسة عسل، وشرطتي محجم، وكية بنار، وما أحب أن أكتوي، كما قال صلى الله عليه وسلم. اليوم يعني ما شاء الله الحجامة تعالج أمراض عديدة. اليوم يعني أطباء لجؤوا إلى الحجامة، وأغلب يعني المرضى يعني يبعثوهم أطباء سبحان الله بحكم أن الحجامة لعبت دور كبير بنتائج إيجابية، منها سواء كان ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي أو الصداع الشقيقة بشكل عام الذي عجز الطب الحديث عن علاجه، فتمكنت بإذن الله الحجامة، كانت له سبب من أسباب الشفاء. عديد من الأمراض الجلدية الحمد لله تمكننا من علاجها بالحجامة، أو آلام المفاصل بشكل عام الحجامة كانت لها سبب من أسباب الشفاء. سبحان الله يعني أغلب الناس يفكرون أن الحجامة إحنا نطلع أو نستخرج الدم الفاسد. أغلب الناس هاي معلومة توارثوها من الماضي إلى الأجيال اللي نحن فيها الحين أو في الحاضر هذا، والله يقولوا والله إحنا منطلع الدم الفاسد. فأنا أوضح للمشاهدين ونقول للمشاهدين يا أخواني ويا أخواتي المشاهدين أن لا يوجد دم فاسد في الجسم، اللهم هي أخلاط دموية عاجزة كبيرة في السن تتمركز في منطقة الكاهل بعد الفقرة السابعة من الفقرات العنقية، وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم على منطقة الكاهل وعلى الأخدعين. الكاهل إن شاء الله نعرف لكم مكان الكاهل بالضبط ومكان الأخدعين بالضبط، إن الرسول بعدة أحاديث أوصى على الكاهل والأخدعين. طبعا هذا هو موضع الكاهل بالهاء، وموضع الأخدعين هو خلف الأذن مباشرة سبحان الله، وهذا موضع الأخدعين. هنا سبحان الله عرقان خفيان يسيران إلى المخ، فالرسول سبحان الله أوصى على هذا المنطقة بالتحديد، وإن شاء الله يعني منطقة الأخدعين، شوف هذه المناطق هذه لها فائدة سبحان الله على جسم الإنسان وعلى الإنسان، من ناحية إذا كان يعاني من الصداع الشديد، من ثقل النوم، من مشاكل يعني الرأس بشكل عام، فهاي الأخدعين له نتائج ممتازة. وهذا موضع الكاهل هو المجمع الرئيسي للأخلاط الدموية أو لكريات الدم الحمراء الهرمة أو العاجزة الكبيرة في السن. نتحدث إخواني المشاهدين عن موضوع الأدوات البدائية اللي كانت تمارس في الماضي.
في سبحان الله في زمن الأغريق والفراعنة مورست سواء قرون الحيوانات أو الأشياء المجوفة كانت تستخدم في الماضي كأدوات حجامة بدائية أدت واجبها في زمن معين. حتى من إذا بنتكلم عن أدوات التعقيم عند أجدادنا وعند آبائنا، أدوات التعقيم كانت سبحان الله الرماد، وخاصة يختارون سبحان الله رماد السمر. السمر بحكم أنه سبحان الله رماده ممتاز جدا للتعقيم، الرماد مع الملح، هاي كانت أدوات تعقيم يعقم فيها الجرح. الله يديم على شيوخنا وعلى أهل الإمارات الحبيبة الصحة والعافية. اقرأ، أول كلمة في القرآن الكريم أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم في دروب الأصايل اتجهنا في هذا الطريق، طريق التعليم قبل. كان لأهل الساحل في المنطقة الشرقية لإمارة الثقافة إمارة الشارقة شغف كبير بالنسبة للتعليم والتعلم، لكن يا جماعة الخير كانت ترى في صعوبات. خلونا نتعرف على هذه الصعوبات قبل. هذا أول قريتنا القرآن، توالف يعني بنات وأولاد مخلوطين ضربة، ما بتقول أولاد أرواحهم والبنات أرواحهم، لا كنا مخلوطين ضربة. تجلس عالم طوع هناك سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هني بعد ردينا ورا المطوعة، ردينا ورا المطوعة اللي انكملت لنا الحمد كامل، ردت علينا على قلعوده. يعني الحين هي تقرينا الآية على مرتين وخلاص، عقب نحفظها رواحنا، ما هي تيس تحفظنا ونخدم لها. يوم نصير عند مطوعة نقرب، اللي يطبخ لها العيش واللي يخمليها واللي يمزر لها الماي، تشغلنا بعد، تعلمنا الشغل بعد، تعلمنا القرآن وتعلمنا الشغل، كيف نشتغل يعني؟ تعلمنا الشغل بعد، كل حد يعني بشغلته، الولد بشغلته والبنت بشغلتها. وهي طلعت عنا يوم جات شافت غداها مسكر، حويها مخموم، يعني خضينا بعد خبرة من عند المطوعة، خضينا خبرة من القرآن وخضينا خبرة من شغل المنزل. أول كان عند مطوع ما في اسمه، ما في قراية، ما هذا مدارس مدارس كلها مطوع، يقرك قرآن بس قرآن ما شغل قرآن. هو حقيقة بالجبل يعني التعليم معدوم بشكل عام، ولكن في بعض الناس يدرسون أولادهم في مع الكتاب في المدن ويحفظونهم مثلا جزء عامة كان الصلاة أو غيرها أو يعني كتعليم ديني، هذا اللي يحصل. ولكن ما في أن مثلا إيش كتقول مدارس منظمة أو كتكون قراء منظمين أو ككتاب منظمين أو كيسمى بذلك الوقت مطاوعة مقدمين أو كخطبة أو كغيره أو ناس مثلا موعظين يوجهون، لا ما كان فيه في الجبلية. وإنما الناس اللي علم أولادهم ناظر يعني يمكن تقول من 101 أو 2، ولكن بشكل عام الناس تتعلم إيش يعني من المطاوع اللي موجودين في المدن أو السواحل كذا اللي حسب اللي يتواصل معاهم ويترددون عليهم. في الليل الساعة 12 احنا من على القفار، ولا واحد دق الباب حر، ولا هذا حاج احمد الله يرحمه،
شريد مهف يقول لي حاجة يجد بخبرك حين الساعة 12 في الليل أمر تفضل. قال لا بس عندي مهف وبهف على نفسي. أبو المعاطي حاكم علينا باشر البنات يسرون المدارس. أول حكم يطلع في زمن أبو المعاطي في يعني قبل 45 سنة الكلام. نتعلم عند مطوع معلم مطوع القرآن القرآن وكتبه. أول ما هنا عندنا إحنا كتبنا واحد اسمه أول يلا حييت عند شخص صقر بن محمد علمنا كتابة إنزين. وفي واحد اسمه واحد بعد هني بعد يبدأ بالفجيرة تلا يعني في كتبة واللي تلا تعلم كتب لكن مو مثل الدراسة يعني الحين درس مواد من كل طريقة. هي المطوعة كان يتجمعون عندها الأولاد وبنات ويقرأ قرآن عندها واللي يختم القرآن يسوي له تحميدة يعني يمرون فيه بالشارع يعزموا الأولاد اللي كانوا وياه وعلى هالهاي الحمد لله رب العالمين. يقرهم أولنا نسوان يقرهم على قزاوة على قزو ما شاء مدارس نعم منهم فينا بالبلاد الحريم النسوان حد بقى بن غازيين واحد أبو أحمد الله يرحمه يعلم ولا 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 علم حريم فريخات على قزاوة القزو ما مزهون ل كما يقول عشر زورات منه عشر زورات وسووا وسووا الكتاب مياني وقرروا الفريخات عن الدراسة مال الإسلامية ماشي أول قرية وبقرية ماشي أخوي واحد من إخواني كتبه حياة الشيخ صقر بن عبد الله أول كتبه بصبورة كانت صبورة صغيرة كريك فرحة وكتبه أول ما كتبوا قرآن وبعدين كتبوا الخط قام أخوي يكتب الخطوط لين اليران ولا من دبل بيع عيون يقرأ ويكتبوا. والله أنا ستر كتاب أنا ما لحقت عليها خبرونا. أنا لحقت في البداية كان مدارس في كلبة يعني المدارس في كلبة هنا في أعتقد في مدرستين في كلبة لحقت عليها بس يخبرونا أهلنا يعني يجيبوا شخص معلم تعلم القرآن يعلم القرآن في المنطقة يجي عند شخص ويعلمه القرآن هذا يخبرونه أهلنا أنا ما لحقت على الشيء يعني بس اللي كان التعليم عقب ما صار هذا في قبل السبعين في 68 67 هذا كان في مدارس وكلبة ويسيره وإحنا ما عندنا في مواصلات الشباب على الأسف أنهم طلعوا ما متعلمين في الحيور ما كانت عندهم مواصلات أنهم توصلهم للمدارس يعني في كانوا شباب في الحيور على أساس ما طلعوا متعلمين مو بسبب أنهم هم تجاهلوا ما يبغوا العلم بس بسبب المواصلات ما كانت عندهم مواصلات أول تعرف المواصلات على بعير وعلى يعني على الدواب يعني حمار وأشياء يعني متى إلى نشار الصبح متى بيوصل المدرسة ويرجع من ضمنهم أنا كان ما درست في البداية لكن ما كانت عندنا مواصلات على البداية يعني كان مدرسة عنا بعيد والجماعة اللي تعلموا هنا قبلنا يخبرونا هنا يجيبوا معلم يعلمهم القرآن ولا كتابة يعني ألف باء يعني في البداية ويتعلموا الحمد لله في ناس تعلموا يعني لكن كتعلوم يعني مثل تعليم هالحين رياضيات وما رياضيات وأشياء يعني وكيمياء ما كانوا يتعلموا والله من تعلموا القرآن وكتابة وقراءة يعني بالحرف البي يعني كان هذا تعلومهم أول يعني اللي سمعنا عنه.